عايزه تعملي معروف صح في جارتك دي؟ ما تسكتيش يا تحيه، انت ممكن تبقي البني ادم الوحيد اللي يتكلم وتلحقيها قبل ما جوزها ده يعمل فيها حاجه او هي تعمل في نفسها حاجه. تفتكري؟ فتحت شنطتي؟ اه، كنت محتاجه اخد حاجه عشان اركز. كتبت؟ خلصت المعالجه اللي عطلان فيها بقالي سنين. وريني. بصي، هي دي البيز اللي هيكتب عليه كل حاجه بعد كده، تمام؟ بس ما تعتبرش يعني نهائيه، تمام؟ عايز ايه؟ مفيش. طب خلي بالك، احسن تغلط تاني ولا حاجه. ياه، ده انت قلبك اسود قوي. علي، كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه. انا خايفه تكون فاكرني بنت سهله وبعمل كده مع اي حد. لا خالص، بس أنا يمكن أعمل كده مع أي حد غير لو أنا حاسة تجاهه بحاجة. وأنا كمان. أنا كنت عارفة إن أنت وصاحبك في الجنينة. منصور؟ أيوة، تكلموا عني. غبي، أنا كنت عارف إن صوته عالي من غير ما أسمع حاجة، كان باين في عينيك طول الوقت. علي، أنا عمري ما حسيت كده قبل كده. أنا من ساعة ما شفتك واتكلمت معاك وأنا مرتاحة قوي. أنا عمري ما ارتحت كده مع حد، حتى أكرم؟ وأنا عمري ما كتبت في حياتي كويس كده خالص، وكله بسببك. معالجة حلوة بجد؟ بس برضو ناقصة حاجة. أنت ليه دايماً الشخصيات بتاعتك منطقية قوي كده وبيعملوا حاجات متوقعة منهم؟ بص، أنا فاهمة إن الشخصيات لازم تتطور وحاجات كده، يعني على قد فهمي، بس المفاجآت هي اللي بتخلي الناس ما تبطلش تتفرج على المسلسل. لازم الأبطال يفاجئوا الناس ويفاجئوك أنت كمان. معاكي حق، أنا عارف، بس المعالجة حلوة قوي. أنا مبسوط قوي إن هي عجبتك. نورا، أنا بحب أتكلم معاكي قوي. وأنا كمان. يعني ممكن أعرضها على حد زي منصور؟ أكيد طبعاً، بقولك حلوة قوي، شكلك كده هتتكافئ. بجد؟ هكافئك واعمل لك هوت شوكليت. وبعدين ايه، ما استاهلش مكافأة؟ تستاهل، بس ردوة جاية. نورا، هخرج الصبح من الأوضة قبل ما ردوة تيجي تشوفني. أنا لو وافقت هيكلفك كتير. تمام، وأنا مش فارق معايا أي حاجة. خليك فاكر الكلام ده كويس. أنا جيت! هاي. هاي 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 هاي. كل ما بفتكر اللي حصل لفهمي